إن تعزيز مهنة التمريض تعتبر من أولويات الاستراتيجية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، نظراً لأهمية هذه المهنة الإنسانية النبيلة التي يمثل أفرادها القلب النابض للرعاية الصحية. إن لقاؤنا اليوم سيكون مثالاً لشبابنا وكوادرنا التمريضية الصاعدة عن أهمية التعاون وتوحيد الصوت ومشاركة وجهات النظر في صناعة مستقبل المهنة. يداً بيد نصنع مستقبل مهنتي التمريض والقبالة. If you care for your people, if they have, you know, the right health, they will produce. You will have healthy people that can also go to work healthy, work nicely, and do all these things. Today, the strategy is a dynamic document that needs to be updated and alive all the time, depending on the daily changes that we see in our sectors and in other sectors. عندما نكون مبتكرين في الحملات الاتصالية، فإننا نؤسس الاستثمار المستدام في تعزيز جاذبية مهنة التمريض، ونرسخ الريادة الإماراتية كنموذج للدول التي تصنع المستقبل وتعمل على امتلاك أدواته.